انا اسمي غادة، كنت رايحة في العربية على الساعة 6 كده، وانا مش فاكرة اي حاجة غير زميلتي كانت بتقول الساعة 7 و4 دقايق. بعد كده مش فاكرة ولا حاجة دخلت في العربية ولا اي حاجة. بعد كده فقت بقى وانا مرمية على الارض انا واصحابي، باين كده يعني طلعونا من العربية وحطونا على الكوبري عقبال ما الاسعاف على اسفلت عقبال ما الاسعافات تيجي. بعد كده ركبت انا وعيله وصاحب اللي هي كانت مطلعانا، ودي يعني دلوقتي ربنا يتولاها، كانت عماله ترجع دم وحاجات وحشه كده، وهي دلوقتي في العنايه المركزه مش عارفه بقى. وبس رحنا هناك بقى، فضلوا يعملوا فحوصات واشعه الجسم كامله، ودراعي ووشي في خيطات هنا وواحده هنا وفي دماغي هنا برضو. بس رحنا جايين بقى كده على الساعة على العصر كده، جينا البيت على العصر. كنتوا رايحين فين؟ كنا رايحين شغل، مش عارفة، ما انا كمني كنت اول مرة اروح مش عارفة اي حاجة، كنت رايحة اخد فكرة اصلا. الاول هي واحدة بس كانت برضو معايا، بس واحدة بتشتغل؟ اكيد طبعا هما بيشتغلوا عشان يساعدوا حد من اهاليهم، او مثلا او واحدة مخطوبة او كده تجهز نفسها او تساعد والدها كذا او حاجات من دي يعني. بس هي كانت واحده بس انا رايحه معاها كنت اعرفها يعني، بس اتحولت في مستشفى تانية، في مستشفى مش عارف الشيخ زايد باي، وهي تعبانه دلوقتي برضو. طلع على العربية، يمكن كل ربع العربية بالظبط من الجهة الشمال وهو ماشي. مات اللي مات وعاش اللي عاش، وبنتي ربنا لطف فيها ويمكن عدت بأعجوبة والحمد لله رب العالمين، نحمد الله. مصابة فالإصابات اللي فيها طبعا برضو يعني مش هنقول ربنا لطف فينا يعني، فنحمد الله. فأنا دلوقتي الأهالي البنات اللي ماتت يعني، فيها ناس بنات منهم يتامى أبهاتهم ميتين أصلا، وبيجروا على أخواتهم وبيصرفوا على أمهم، ومش هقول بقى إن أنا بنتي كانت طلعت غلطة وطلعت ده أول يوم ولا بتاع، ملوش لازمة، لأن هو قدر الله ونفذ خلاص. أنا يعني اما الاطفال اللي البنات اللي هي ماتت، ومن ضمنهم واحده امبارح طالع من مستشفى الهرم، الدكتور نفسه مخ واعصاب قال لي يا حاج الحاله حرجه جدا، لدرجه ان نسبه الوعي في المخ 8%، معنى ان هي نسبه الوعي 8% في واحده من اللي كانت مع بنتي، خلاص يعني الموضوع منتهي، فحالة الإحراج فيها جامدة. ده بعد كده فوجئت إن فيه مات وتحول على مستشفى أوسيم، وطبعا اللي حالته حرجة حجزوه في الرعاية. طبعا ده مش أول غلطة ولا تاني غلطة ولا 10 غلطة. موضوع القلابات الرمل اللي بتعدي على العربيات وبتهرسها من غير رقابة ومن غير حساب، لان المشكله دلوقتي ان بيقول لك ان القلاب لو طص واحد، لو عربيه طصت واحد ومات محضر موضوع وانتهى، موت خطا يعني، ما ينفعش. انما اتعور دي مشكله. طب ازاي؟ اي شرع واي قانون ولا اي دين يقول كده؟ ده ربنا محرم النفس، موت النفس عن مكه المكرمه. ازاي الروح البشريه لو ماتت مش مهم، ده لو متعور يبقى ياخد حقه ده تمتلك ازاي؟